السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا جبت لكم الشبانية بروز، تابعوني وشوفوا كامل الوصفة. على بركة الله لنا فوتو المقادير. أول حاجة نحط الزيت، زيت زيتون، نحط اللحم نقليها هي الأولى حتى تولي لنا دوغي. بسم الله. هنايا بعد ما تقلات بيان نضيف عليها شويه تاع القفا. انا هنا ضفت البنات القفا لهنا باسكو راح نقدمها مع الري مع الرز، تقدروا تستغناو عليه. القليل من الكمون، شوفوا الكميات قليله بزاف، ملح وفلفل الكحل. نقلبهم نزيد عليهم بصلة كبيرة، حتى هي نقليها بيان معاهم حتى ندبل هذيك البصلة وتولي دوري. هنا بعد ما البصلة ولات دوري نغمي عليها زوج صوص تاع الثوم وربع حبات تاع الهيل. هذه هي الوصفة البنات تاع البامية اللي راح نضيفوها للغي، ماشي البامية اللي كنا نديروها الطوماطم مع اللحم والصاي. هذه طريقة مختلفة. فوالا نخليهم غير شوية مع هذيك الثومة. هنا نضيف عليها حبة طماطم، هنا عندي زوج حبات كبار مقطعين على هذا الشكل. هنا بالنسبة للبامية راني عندي نص كيلو، هنا نخليهم يتقلاو. هنايا بعد ما قلات هذيك تقليت هذيك الطماطم مع اللحم وحدهم طلقوا الماء، دوك نضيف لهم ملعقه تاع مركز طماطم، معجون طماطم، ونضيف عليهم الكميه الكافيه تاع الماء باش يتغطاو. فوالا هنا الماء ساخن، فوالا هذه هي الكميه تاع الماء اللي نضيفها. نروحو لهنا للبامية بطاقة، هنايا مكونجلي كانت البامية هذه عندي مكونجلي، نظفوها عادي تنحيولها. هنا من الأحسن تخيرو الصغيرة، هنا في بلجيكا مكانش هذيك البامية الصغيرة، غاغو نلقاها ولازم نخيرها وما يحبوش كي نقعدو نخيرو. نحيولها هذه لهنا منا، هذي ساسارة يعني تخليوها بس شوية يبسة وفوتو باش نقليوها. هنايا نحط الزيت، بسم الله، ما نحبها كي تقلى من الأول تجي بنينة، خصوصا تكون كبيرة هكا، هي لي ديال تكون أقل من هذه لي كتشريها. نديرلها غير شوية تاع الملح وبجيها شوف هاديك لاصوص كيفاش ولات ما شاء الله. نجبدها، شوف الله يبارك في الجد. فوالا نولي لهنا ونضيف هاديك مد، زوج صوص تاع الثوم، هذوك هما اللي راح يعطيونا واحد البنه روعه للبانيه. وهنايا ربطة تاع الفطر، فوالا نجيبهم من هنا بعد ما قليتهم شويه ونضيفهم. اللحم هذيك طابت زبدة ما شاء الله. نروح لهنا نوجد الرز، نحط لهنا ملعقة صغيرة كما شفتونا تاع السمن، نضيف عليها اوليو باش نزيد الشعرية. هنا راح نضيف هذيك تاع تليتلي ولا لسان عصفور، راكم تشوفوا كمية قليلة، ونبدا نحرك فيه حتى يولي لونه ذهبي ذهبي الاحمر. شوفوا هنا بعد ما اللون يولي هكذا ذهبي، هنا نزيد البول هنا تاع لوغي ونزيد عليها ربعة تاع الماء، هذا المقياس. بسم الله.
فوالا ها وجد الطبق الجميل الشهي. ان شاء الله البنات تعجبكم الوصفة وتجربوها ان شاء الله. في امان الله وحفظه. على بخشان في وصفة ان شاء الله قادمة. خلطها لكم بين العربية وبين الدارجة وراح افهموها. هيا بسلامة.